مزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله الأستاذ جميل سوالمة، مدير مؤسسة أكشن إيد الدولية بفلسطين. أهلا بك ومرحبا معنا سيد جميل. عن أي مستوى الآن نتحدث عن الفقر والمجاعة الآن في قطاع غزة، وأكثر المناطق أو الأجزاء التي تعاني من المجاعة الآن مع الاستهداف المتواصل والمستمر من قبل جيش الاحتلال؟ بكل تأكيد هناك تعميق للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة في ظل الحصار المطبق ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل عام وبشكل خاص إلى شمال قطاع غزة. بعد أكثر من 50 يوم من العملية العسكرية في شمال قطاع غزة نشهد تزايد في الهجمات على المدنيين الفلسطينيين وبالتحديد على المرافق الصحية المتبقية التي تقدم أبسط ما يمكن تقديمه من الخدمات العلاجية، حيث شهدنا تصعيدا في الهجمات على المرافق الصحية مما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة. الفقر والجوع يتفشى في قطاع غزة في كل مناطق قطاع غزة حاليا، وبالإشارة إلى تقرير المجاعة الصادر عن الأمم المتحدة مؤخرا هناك مخاوف من تفشي المجاعة في كل مناطق قطاع غزة. في الشمال الآن الناس لا يجدون قوت يومهم في ظل حالة النزوح المتكرر والاستهداف المتكرر للمنازل المدنية والمرافق الصحية، حيث يبحث الناس عن أي ملجأ حاليا في قطاع غزة في ظل توسع العملية العسكرية في عدة مناطق. فبالتالي نذر المجاعة اليوم ونذر الكارثة الإنسانية في قطاع غزة أصبحت حقيقة واقعية ولم تعد تهديدا وشيكا. لذلك الاحتلال يسعى لتعميق هذه الأزمة من أجل إجبار السكان على التحرك من مناطق شمال قطاع غزة باتجاه الوسط أو الجنوب في ظل عملية عسكرية مستمرة تستهدفهم في منازلهم، وحتى إن حاولوا النزوح أو الخروج من شمال قطاع غزة جنوبا يتم استهدافهم في الطوارئ وفي الطرق. إلى أي مدى أستاذ جميل تتطابق ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا في شمال قطاع غزة مع خططه الاستعمارية وكذلك مشروعه التخريبي وتحديدا في مناطق شمال القطاع؟ نعم، هناك مؤشرات واضحة منذ بداية هذه العملية العسكرية في شمال قطاع غزة بدأنا بملاحظتها، ابتداء من مهاجمة مراكز الإيواء وخاصة المدارس التي يتجمع فيها عدد كبير من النازحين في شمال قطاع غزة، ومن ثم انتقل تركيز العملية العسكرية على المرافق الصحية، وأدى باستهداف هذه المرافق الصحية إلى تعزيز فقدان الأمل في أي وجود للحياة في شمال قطاع غزة. لذلك هذه الأهداف تتماشى مع رؤية الاحتلال الإسرائيلي في إفراغ قطاع غزة من شماله وفرض واقع سياسي جديد، إما بإعادة احتلال شمال قطاع غزة عسكريا وإفراغه من سكانه بحيث يسهل السيطرة عليه، مما يسمح بتطبيق ربما خطط أوسع في المستقبل تهدف إلى إعادة المستوطنين إلى شمال قطاع غزة أو خلق واقع سياسي عسكري جديد في قطاع غزة. لذلك نحن أمام مؤشرات خطيرة وشواهد على الأرض تعزز هذه المؤشرات وتشير بأن هناك خطة سياسية عسكرية ممنهجة تسعى إلى فرض سياسة التطهير العرقي في شمال قطاع غزة من خلال إعدام كل مظاهر الحياة في الشمال. ابقى معي أستاذ جميل سوالمة مدير مؤسسة أكشن إيد، ونتابع الآن مشاهد لمكان القصف الإسرائيلي الذي استهدف أحد مواقع الجيش اللبناني في صور جنوبي البلاد. هذا وأوضح الجيش اللبناني أن القصف أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة 18 آخرين بينهم حالات حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مواقع الجيش بمنطقة العامرية جنوب صور. نعود مرة ثانية إلى رام الله مع السيد جميل سوالمة مدير مؤسسة أكشن إيد الدولية بفلسطين. أستاذ جميل، هنا السؤال، مع الاستهداف المتعمد للمرافق الصحية وطواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية وكل من يريد تقديم أي مساعدة إنسانية أو صحية للمواطن الغزاوي الآن، كيف يمكن أن يعيش الفلسطيني الآن يومه، أن يبحث عن قوته، أن يبحث عن ماء نظيف حتى؟ نعم، نحن على اتصال مع طواقمنا وزملائنا على الأرض في قطاع غزة، والكل يشير إلى أن الظروف الإنسانية في شمال قطاع غزة تحديدا أصبحت ظروف يصعب العيش معها بأي شكل من الأشكال. العائلات تسعى في خلال اليوم إلى الحصول على أبسط مصادر العيش والتي باتت شبه معدومة في شمال قطاع غزة. ما يتوفر للسكان حاليا في شمال قطاع غزة ربما النذر اليسير من بعض الطحين المتبقي أو بعض الخضار التي تتواجد في شمال قطاع غزة بشكل يسير جدا. لذلك الحصول أيضا على المياه النظيفة للشرب
لم يعد متاحا بشكل واسع للسكان، ولذلك شهدنا تفشيا للأمراض وتفشيا للجفاف، وأيضا شهدنا بعض الضحايا مؤخرا الذين أشارت إليهم المستشفيات في شمال قطاع غزة أنهم فقدوا حياتهم أو توفوا نتيجة نقص المواد الغذائية أو نقص المياه النظيفة للشرب. لذلك لا يمكن تخيل الظروف الإنسانية حاليا، لا يمكن لأحد أن يتخيل طبيعة الحياة التي يعيشها السكان في شمال قطاع غزة، خاصة في ظل هروبهم المستمر من الموت. هنالك قصف واستهداف بشكل مستمر، وخاصة للمنازل التي تؤوي عدد من العائلات، شهدنا عدة مجازر مؤخرا، وبالتالي هناك استهداف متعمد للوجود المدني في شمال قطاع غزة، وهذا يعمق الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها نعم. السكان. لا يمكن لأحد أن يتخيل حاليا طبيعة الظروف التي يعيشها السكان في شمال قطاع غزة. أشكرك شكرا جزيلا من رام الله الأستاذ جميل سوالما مدير مؤسسة أكشن إيد الدولية بفلسطين، شكرا جزيلا لك.